انتهاكات الحوثيين مستمرة في محافظة البيضاء. الميليشيا نفذت حملة اعتقالات في منطقة عزة، اختطفت فيها 8 من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ميدانيا، جبهات القتال مشتعلة في المحافظة، تمكنت خلالها المقاومة الشعبية من إجبار الميليشيا على التراجع عن بعض مواقعها واستهداف نقطة أمنية تابعة لها على الطريق الواصل بين محافظتي البيضاء ومأرب، فيما سقط قتلى وجرحى من الميليشيا في عمليتين للمقاومة بمديريتي الملاجم وذي ناعم. وكخطوة لدعم المقاومة هناك، شن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيا في المحافظة، استهدفت مواقع وآليات الحوثيين في محيط مدينة مكيراس. تدخل البيضاء إذن في خط المواجهة كواحدة من أهم الجبهات المفتوحة لاستعادة الشرعية، فيما تستمر المقاومة في محاولاتها المتكررة لتحرير المحافظة من قبضة الميليشيا.